أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. السيدة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، وفي تقريرها السنوي لسنة 2017 أفادت أن حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب في السنة الفارطة بلغت 5 حالات وفاة من جراء التعذيب بأماكن الإيقاف وبعض السجون التونسية. والجواب صحيح، 5 حالات وفاة، وللأسف الشديد طبعا، حالات التعذيب بأماكن الإيقاف والسجون لازالت موجودة إلى حد اليوم. ونرحب بضيوفي طبعا في نشرة الليلة من أخبار وذني. على يميني السيد هاني من جمعية الدفاع عن الخنفوس بودرن. سيد هاني مرحب بك. أهلا وسهلا. يعني سيد هاني كتحكينا شوية على نشاط جمعيتكم جمعية الدفاع عن الخنفوس بودرن. شكرا سي صابر. يعني وضعية الخنفوس بودرن حقيقة لا تبشر بخير. يعني وأنا أقول في الكلام هذايا وأنا يعني أتحمل مسؤوليتي في هذا الكلام والبتة زاد، وأن الجمهورية التونسية اليوم مهمشة الخنفوس بودرن تهميش يعني يصل إلى حد اللامبالاة وإلى حد الخضوع إلى أشياء أخرى لا سبيل إليها. إيه ما تسمحني أنت، يعني شنو تحديدا مطالبكم أو مطالب الجمعية؟ يا أخي سي صابر عايش، يعملون قانون في تونس اللي يعفس وإلا يضرب خنفوس بودرن بشلاكة. نعم موضوع جدي جدا. نار هو مؤثر. نار يتحمل مسؤوليته ويشد الحبس. شد الحبس؟ يشد الحبس يضرب خنفوس بودرن بشلاكة. نعم والفروخ كذلك اللي عالمين فيه زعم متربين الفروق صغار. 2018 يا سي صابر، عهد الواتساب، عهد فيسبوك والسكايب إلى آخره، يشد خنفوس يعني في الحكة يبدي خط فيه لين يدوخه. ما هذا يعني يشد الحبس وزاد الفرخ هذي. طفل صغير. اي نعم. واحنا كجمعية يعني متاع الدفاع على الخنفوس بودرن ماناش باش نسكتوا، وباش نعملوا وقفة احتجاجية في بودرنا. في بودرنا نعم. لانه انت سي صابر شفتش نهار خنفوس بودرن مقلقك، وانا شفتش نهار خنفوس بودرن يعني احنا نهار كامل نجري في جرته من بلاصة لبلاصة من تركينة لتركينة. ما يعني الشيء هذا؟ شنو هو يعني؟ يعني عدم انفصالية في الشخصية هذه سي صابر تسمى. واحنا ماناش باش نسكتوا وباش نساعدوا الحكاية هذه الى باش نطلعوا حتى رئيس الجمهورية اصلا وكان زم سيدي. نعم ملف الخنفوس بودرن، ملف الخنفوس بودرن الى رئيس الجمهورية. الى رئيس الجمهورية من دراك. اي نعم سيدي، لانه هذا ما يتسكتش عليه. والخنفوس بودرن اليوم يزم ياخو حقه، اليوم يزم ياخو اذا حقوقه الكاملة في هذه البلاد، بلاد التونسية. واضح جدا. اذا ان شاء الله بالتوفيق نفهم التشنج نتاعك، نعرف الجمعيه هذه تدافع على حقوق الخنفوس بودرن في تونس. على كل حال الاستوديو على ذمتكم في اي وقت تبغى يعيش صابر. وسامحني كان يعني الغال بانه ما نجمش، وهذه فرصه لانه عبرت على شكرا. عايش نعرف. عموما معنا كذلك الداعيه رشيد الزواوي. الداعيه رشيد الزواوي، سيد رشيد مرحبا بك. اهلا وسهلا. عايشك. وانت داعيه ديني معناتها ولا؟ لا أنا داعية بالشر. داعية بالشر؟ أي نعم. كيفاش ما داعية بالشر؟ كيفاش؟ يعني كيفاش؟ واضحة العملية. يعني أي واحد يحب يدعي بواحد آخر ظلمه ولا تسبب له في مشكلة ولا حاجة ما يبقاش مسيب هكاك الخدمة متاعه ومسيب العمل متاعه وباقي يدعي. لا، العمل لا يقف. ولذلك يتصل بي أنا، يجيني البيرو متاعي. عندكم بيرو؟ أي عندنا بيرو نهج قرقسطة 5 ميتاج أبي. يجيني غاديكا وانا يجوست يعطيني اسم واسم السيد اللي حبي يدعي به واسم امه ويروح على روحه، وانا نتكفل له معناتها بالدعاء هذا. تدعي في بلاصته معناتها انت؟ بالضبط فيك فهمتني. ولهنا راهو الدعاء بالشر اسوام. راهو اسوام. اي عندكم طريفه معناتها زاد في الليل. بتبيع مش كيما تدعي الفجر كيما الصباح كيما الليل. واضح. يا خاطر في الليل مثلا احنا تعريف دنوي. تعريف دنوي في الليل؟ مالا. مالاش بيك؟ دعاء عندكم الماجوراسيون زادها بالكونتور؟ ماجوراسيون بيان سور. وعندنا الدعاء سر والدعاء جهرا. دعاء جهر وسر. وانه اغلى هو؟ الاغلى هو الجهر. خاطر ماك تعرف تكلف الحنجره والحبال الصوتيه تخدم وكذا. فهمتني؟ ولذلك هذه فرصة باش نزيد نعمل بيبليسيتي على البيرو نتاعي. ايوا عملت انت ديجا.
وبارك الله فيك على يعيش كده. يعيشك عموما. عموما مرحبا بكم الزوز. ونرجع للاخبار. نشرت الليله من 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 اخبار وذني سمعتوا طبعا بالزياده الاخرى في سعر المحروقات هي باش يزيدونا مره اخرى. وللاسف هو حسب الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي الحكومه ناويه تزيدنا 4 مرات في سوم المحروقات السنه. الله لا تبارك له اللي كان سبب. اكيد هو بصراحه الزياده نتاع المره هذه زايده اصل. صحيح هو من كثرة ما زادوا. انا صراحه شاكك انه الحكومه عندها مصرانه زايده نتاع القطاع. لا لا بيب. على كل حال يلا اذا عبد الوهاب معطر القيادي في حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه يصرح لم نتمكن من خوض الانتخابات البلديه بسبب انه حزب المؤتمر ما قعد فيه حد. لا حزب المؤتمر عنده اداءات مش خالصه. الاجابه قريبه. نعتبر الإجابة متاعك صحيحة. نعتبر الإجابة صحيحة لأنه أقرب على الآخر. نسمع عبد الوهاب معطر يصرح ثم تكون قائمات المؤتمر من الجمهورية. لكن وقت اللي جينا باش ناخذوا الإجراءات وخاصة باش ناخذوا الورقة نتاع الأداء اكتشفنا شيء معناته حقيقة نحن اليوم مش تحبوا نثبتوا فيه. نلقاو أن المؤتمر معناتها مدين دولة تحب من عنده تقريبا من الانتخابات التشريعية تقريبا 120 ألف دينار 120 مليون باعتبار الدولة تسال المؤتمر 120 مليون. نعم في تمويل الحملة الاقتصادية الحملة بتاع 2014 باهي. والقيادة القديمة عملت التزام للقباضة باش تخلص كل شهر 5000 دينار. خلصت تقريبا المبلغ الكله 40000 دينار. وتبقات 80 تقريبا ألف دينار. مشاو هما هربوا بالسفينة. واللي موقع على كل هذا هو الأمين العام في هذا اللي ما خلاش المؤتمر يعمل قوانين. وهذا كان من ناحية القانونية يحول دون إمكانية أن تكون لنا قائمات بس القانوني في القضية هذه عماد الدايمي. هو عماد الدايمي. فوالا اذا علاش قلت لك الاجابه نتاعك قريبه على الاخر. عبد الوهاب معطر يصرح امامنا انه حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه لم يتمكن من خوض الانتخابات البلديه بسبب ديون عماد الدايمي. اللي هي ديون مش شويه على ما يبدو. انه الديون المتعلقه بتمويل الحمله الانتخابيه لانتخابات 2014 نذكروا هذا. محمل المسؤوليه لشخص عماد الدايمي وقال انه قيمه الدين توصل 80 مليون. معناها حزب المؤتمر قادم الدوله والبلاد هذه في 80 مليون وهو كان شادها قبل. يعني حزب المؤتمر مرهون توا تقريبا مرهون. احنا بدل ما كنا نجمو نعاونوا ولا حاجه نجمو نعاونوا ماشي ربي اي على بالمناسبه نجموش كان ثم نمرو اس ام اس من حاجه نبعثوا له حتى دينار خل نفكوا هالازمه نتاع وليه. لا ما انتمش ريزو طايح نجموش نبعثوا لهم. ما نجموش نبعثوا لهم معناها نجمو نبعثوهم. نبعثوهم اجي. يلا في الشأن اليساري وفي تصريح قامت به مؤخرا السيده سعيده قراش. سيدة قراش تقول انه حمل همامي عنده بستخال في الكعبه عنده كسكشي بنين ياس. عنده شو اسمه دار على البحر. لا 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 عنده ماكينه نتاع حجامه. لا 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 عنده 50 دينار في لا 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 مش هذا كل. سيدة قراش نسمو سيدة قراش نيل تقول بالضبط على حمل همامي ثم نعود. بدون ما يلتزم بحتى مؤسسة لا بقانون لا بمجلس نواب لا بحكومة لا بتوزيع السلطات اللي جابيه الدستور. إذا هو في فهمه يراه في الأشياء هكاكة طوى أحنا في تونس نعيشه في عهد ديكتاتورية ونظام توتاليتاري معناه أنه رئيس الجمهورية اللي يحدد كل شيء يعمل اللي يحب يعزل يعين يبدل يقتل يحيي شو نقول لك عاد وقت هنا نقول له ربي معك وتقول له قصور معرفي عند حما. إيه أنا باش نقترح على سي حما أنه يمشي يعمل إتيود عند قراش سعيد تعمل ويتين. فوالا كما شفنا اذا سعيده قراش تقول حمل همامي ربي معاه وتقول انه حمل همامي عنده قصور معرفي في فهم الدستور. تو امانه حمل همامي عنده قصور وين بربي؟ ما بالك في شيره القصور مالك لهنا. وتو يكري فيه محمل القصور هذوما؟ معناها القصرين تسمى نتاعو حمل همامي ولا؟ لا ما تصورش انا هكا كمان. واش نقول بعد وسعيده قراش منين جاها اللي حما عنده قصور؟ لا ما هي عاده كنت ضد زواج القصر. وهي سعيده قراش تقصد طبعا قصور معرفي في فهم الدستور. وهي سعيده قراش عندها قصور؟ كيفاش ما عندهاش؟ سعيده منها للقصر.
لا بصراحة ما قصرتش. لا حلو. أنا اشتغلوا فيها وهي قصيرة. يلا هات نخرجوا فاصل غنائي في إطار الأجواء الانتخابية والطبلة والذكرى في استقبال نيدا تونس بجندوبة لكاتب الدولة. شوفوا الفيديو المقارنة. على كل فرقة فرقة ممتازة تو سي سابر بالله هالملايين اللي صرفوهم هذوما على الملايين زرقة يعني على الطبلة والذكرة وكل يعني والخنفوس بودرن يا ابو قلب معناها مطيش في تركينا ولا من سأل لي لمن سأل لي لا إطار لا جمعية لا نقابة لا حد شيء لا متى لا متى هو الكلام الفارغ اللي قاعد تعدينا في التلفزيون يوميا الله لا تربح اللي كان سبب على كل على كل ما احنا توا ننتقلوا ننتقلوا يا اخي نبدلوا شوي جو ننتقلوا للاخبار العالمية خبر عالمي ممتاز خويا للعالم فوالا في الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطية مسؤول رفيع المستوى يقوم بتدشين احد الانجازات العظيمة في الكونغو. هاتوا شوفوا بعضنا الفيديو متاع التدشين ثم نرجع. لكن السؤال لهنا شنية الانجاز او المعلم العظيم اللي دشن فيه المسؤول الكونغولي لهنا؟ دشن مدينه الثقافه متاع الكونغو؟ لا افتتاح دار شهداء؟ لا لا اكتشفوا مولد طاقه جديد؟ لا لا بئر جديد متاع بترول؟ لا لا صنعوا النووي في الكونغو؟ لا عملوا روبو كيما السعوديه؟ لا 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 هات نشوف الانجاز هات نشوفوا مع بعضنا الانجاز نشوفوا الانجاز اللي افتتحوه ثم نعود. افتتاح توالات عمومية الهلمة هذه الكل على افتتاح مرحاض وعندهم زادة راهو يبدو عندهم طقوس غريبة جدا عندهم طقوس حلوة ياسر في تدشين المراحيض على ميد هذا شوفوا السيد شوفوا السيد كيفاش شو الطقوس متاعه يلا شوف يلا اي ها يصب يصبوا له باش يشرب يصبوا له باش يشرب ويدخل يجرب شر شر لا لا مش هيك مش هيك اغزلوا هو تف لا لا يسقي في الحيط يا اخي طقوس احنا ما عموما هو حسب ما راجعنا انه التواليتات في الكونغو الديمقراطية الى اليوم تعتبر من الكماليات للاسف الشديد احنا الحمد لله ليك يا ربي في تونس معناها عن الاكتفاء الذاتي في التواليت وين تمشي تلقى تواليت يعني براك قديمه تولي تواليت حيط بتاع مدرسة يولي تواليت شجرة تولي تواليت كالاتوسة ذلك بتاع هندي تولي تواليت يعني حاجة الحمد لله تونس
بلد المليون تواليت. لا هو حلو يزر تحمس وليد هذا رك. هو يبدو أنه ثم بلد عربي آخر زد قام بتدشين إنجاز كبير جدا. هو زد شنو دش تواليت زد؟ لا 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 دشنو سب تاع زبلة؟ لا 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 دشنو واحدة تاع شاس؟ لا 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 مش هذا كل. شوفوا شي دشنو في أحد البلدان العربية المجاورة. زوز اسباب العموميه فرد ضربه. الانجازات يا اخويا مش بعيده برشا على التواليت. نجم نحطوا بعض بعضهم التواليت وتخرج برا تلقى اسباب العموميه. هاكا اللي يدخل اللي يجي للسباله يعبي فمه بالسباله ويتف يدشن. يلا ننتقلوا توا الفقره الاخيره بتاعنا فقره من انا من انا من انا من انا من انا من انا واضح. يلا حاضرين حاضرين تويكا حاضرين. شخصية بتاعنا سهلة برشا، شخصية معروفة جدا، شخصية مؤثرة جدا، سهلة على الاخر زكوا طلعوها تويكا. حاضرين حاضرين حاضرين. توب. انا نائب وقيادي في نداء تونس. فيصل بزين. لا لا منذر الزنادي. لا 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 انا اللي قلت انه رضا بالحاج يسميوه رضا جام اجو بارتاج. لا منذر كبير. لا لا ما 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 كزك البارك وشكون لا 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 عمار سويح. لا 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 انا اللي قلت اللي قصر قرطاج في عهد المرزوقي كان كلب الفدير. كان كلب الفدير. كلب المرزوقي. ما لا 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 كوثر بن هنية. لا لا انا اللي خذيت برتمان من عند شفيق جراي. برتمان عرفته. شكون؟ صافي سعيد. صافي سعيد ما مش خلاف كمال تويتي. لا 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 انا اللي 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 اتهمني ملازم في الجيش. اتهمني ملازم في الجيش اني خذيت ما عنده 10 ملايين رشوه باش نخدم له ولده في القضاء. اي سمير طروني. مش سمير طروني. شكون؟ شكون هاك اللي يغني؟ اش بيغني بتاعي؟ ما يغنيش ما يغنيش. لا نوال غشام. لا لا صوفيا صادق. ما اقتاني انا اللي قلت كيف نطردوا حافظ قايد السبسي. اش باش نقعدوا نعملوا؟ اش نعملوا؟ اش نعملوا؟ قدر عرفت شام شام شوف عرفتوا سي صابر عرفتوا هذاك ما طلعش هو. انا ما عادش ما عادش نحلو لسات خضر. ليش لا 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 او باش نقول لك عليها انا شب 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 سامعني. شكون؟ منير بازي. لا 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 انا اللي قلت لو كنت رئيس للافريقي لحققت نتائج افضل من سليم الرياح. عرفت سليم الرياح؟ عرفت. شكون؟ حمدي المدب. لا 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 بشكاره. بشكاره شكون؟ بشكاره فين فين فين؟ لا 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 مش عبد الرفيق. مش لا انا اللي قال علي النائب النهضاوي ماهر مذيوب قلب الاسد. قلب الاسد. سميرة بن سعيد. ماشي سميرة بن سعيد. قلب الاسد وماهر مذوب. لا اسمه ذاك ذويب. لا المنصف ذويب. لا هاي سهلة هذي سهلة هذي هذي سهلة. انا رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان. انا رئيس كتلة نداء تونس في البرلمان. في البرلمان. عرفت شكون؟ وجيه الجد وجيه الجد وجيه الجد وجيه الجد. مسعود مسعود العطار. مسعود مسعود. انا اللي قالوا علي اللي نعين في المعتمدين بالاس ام اس. عرفت امشي 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 توفيق العايب. لا سفيان طوبال. سفيان طوبال والجواب صحيح. النائب عن نداء تونس سفيان طوبال. انا حتى كان نعرف ما نقولش عليه سفيان طوبال لاني قصدته مره في يعني باش يعاوننا في جمعية خنفوس بدرن. قال لا وسكرني البيبان سفيان طوبال. نعم بالله. قال لي ابعث لي وكلمني اس ام اس ما ادري شنو ابعث لي ما ادري شنو عن طريق بدن. قلت له يستحيل ما شاء الله. ثلاثة أيام معاونش جمعية لم يعاونها حتى البتة. معاونش إلى يومنا هذا قاعد نجري في جو. ثلاثة أيام التالي تجيني النهج البيرو. البيرو وطالب مني زاد أعطاني ثلاثة أسامي حابني ندعي بهم. تدعي بهم سفيان طوبال. أعطاك القائمة. أعطاني القائمة على كل عموما عموما عموما. إذا إذا هكا نكونوا وصلنا طبعا لنهاية حلقة الليلة من أخبار وذني بفوز الداعية رشيد الزواوي. رشيد الزواوي سيد رشيد ألف مبروك وتربح معنا طبعا الجائزة الأولى وهي لعبة أخبار وذني الفكرية. بارك الله فيك على هالاستضافة والجائزة القيمة هذه. وبالمناسبة نحب نقول لك كان عندك باش كنت حاب تدعي ولا حاجة اعمل لي قائمة ومجانا انت بعد مدك القائمة وذا بيك تركز لي معها شوي. يلا وسيد هاني من جمعية الدفاع عن الخنفوس بودرين تربح معنا كذلك ربطة مع دنوس من سقط المتاع. ألف مبروك. يعيشك سيدي سي صابر. وانا بالمناسبه هذه نحب نتوجه الى جميع المشاهدين يعني باش نضموا معنا الوقفه الاحتجاجيه اللي باش نعملوها في مدينه بودرن. يعني تضامنا يعني مع اخواننا
نفس يعني خنفوس سي البودرني نعم سي البودرني نعم يعني هذا يعني هذا ماهوش ماهوش مع جزافا كلامي تقال هكاك لانه لازم نعسوا اليوم بالخنفوس بدرني وقيمته في المجتمع التونسي اليوم كان ما نعملوش هكا شو مش عاصبين خنفوس بدرني شكون عنده عنده والي عنده صالح عنده شكون هو والله وضعي اسمعني سي البدرن جيب لي قائمه في الناس اللي ما عاونتكش وهي بيتها تعبان ومجانا اذا تنحكي اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه نشره الليله من اخبار اذني شكرا على حسن المتابعه وتصبحون على خير يا بدرن يا بتار بدرن تربي هذا تحيه الله لا تبارك لك ادعي له ينتح في فوق ابي ابي ابو قلب ياك تضرب طاسه عندك القائمه تحب شو تعمل شنو ندعيبها تدعيبها اي وعندك الدعوات جدد انت لكم كيفاش ندعيبها انا الدعوات جدد تعال يراك يراه يحشك ترا عندك هذيك لا زكم قدم قدم اما ذيك تو تطور الحكايه اي اما تو يجوني ساعات يحبوا ندعي لهم يعطيك دعاء لوني يعطيك دعاء لونك بتاع لا لا طب انت بتاع انت باش كنت تحب تدعي باش كنت برا الله يعطيه حشه في ساقي حلو حلو يا زري عندي زاد عندي اسمه ذاك طويل هذاك طويل برا يعجلو يتقص في ذني حلو يا زري اوه اسمع لا انا مصاري مع بعضنا لا عندي لسه طويله عريضه تحب نقول اخر برا يراها تغرق في البحر حلو ياس لا انت يا هذا ليله معك اي 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 السيد بتاع البدرنه فرمو تحت في الفوسي ان شاء الله يقعد غادي